على مصر إلى السيد المحترم مصطفى صاحب الجلالة بالديوان الملكي. الموضوع برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية لله. سلام تام لوجود مولانا الإمام أمين الله. أرجو أن تتفضلوا برفع هذه البرقية إلى حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله أيده. نص البرقية: مولانا أمير المؤمنين وصدق الرسول الأمين رؤساء المجالس العلمية المحلية لجهات بني ملاك ونفرع بتقديم ما يليق بمقامكم السامي من فروض الطاعة والولاء أصالة عن أنفسنا ونيابة عن ذات أعضاء المجالس العلمية المحلية وعن سائر علمائها ووعاظها وواعظاتها والأئمة المؤطرين والمرشدات والأئمة والخطباء بالجهة وذلك بمناسبة تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة المدبرين المحفظين للقرآن الكريم في مدارس التعليم العتيق والكتاتب القرآنية بالجهة والذي تم تسليط الضوء فيها على تاريخ المنطقة ودورها البارز في تكوين العلماء وفقهاء من حفظة القرآن الكريم في سهول المنطقة وجبالها وتشجيع للمدبرين المحفظين على مواصلة الجد والاجتهاد لتخريج أجيال متشبعة بأخلاق القرآن الكريم وثقافته التي تنبع من ثوابت الأمة المغربية التي قام عليها وجودها وتأسس عليها صرح بنائها ونهضتها الشاملة تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وليكون كذلك الشعب المغربي المتخرج من هذه المدارس عملة نادرة رائدة للتداول في عالم الوسيطة والاعتدال بعيدا عن كل مظاهر الغلو والتطرف. وذلك يوم السبت 25 ربيع الأول 444 هجرية الموافق 22 أكتوبر 2000 بابتداء من الساعة 9 صباحا بالمركز الثقافي بأفولال إقليم أزيلان. بهذه المناسبة نرفع أقف الضراعة والابتهال إلى الله العلي القدير أن يحفظكم بالسر المثاني والقرآن العظيم وأن يسدد خطاكم ويطيل أموركم وأن يقطع عينكم بولي عهدكم المحبوب سمو الأمير الجليل ولي الحسن وسائلين الله تعالى أن ينبته نبات حسنا وأن يسد أزركم بأخيكم مولاي رشيد وأن يحفظكم في كافة أفراد أسرتكم العلوي الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام على مقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحضر بأزلال يوم 26 ربيع الأول 44 400 الموافق 22 أكتوبر 2022 إمضاء خدام الأعتاب الشريفة الدكتور محمد حافظ رئيس المجلس العلمي المحلي لأزلال دكتور خالد صباط رئيس المجلس العلمي المحلي لبني ملال دكتور مصطفى عبد الله رئيس مجلس العلمي المحلي لقبصة دكتور مصطفى زمهنة رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيسة دكتور محمد سعيدي رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيسة. في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احفظ سادتنا وعلماءنا السادة رؤساء
المجالس العلمية والسادة المندوبين للشؤون الإسلامية وكافة العاملين معهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الطيب الطاهر الأعظم الذي إذا دعت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحفظ مولانا أمير المؤمنين وحامي في الملة والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظه بالسبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم احفظه بالقرآن قائما. اللهم احفظه بالقرآن قاعدا. اللهم احفظه بالقرآن راقدا. اللهم لا تشد به عدو ولا حاسدا. اللهم احفظه عن يمينه وشماله وفي حله وترحاله. اللهم احفظه داخل البلاد وخارجها. اللهم احفظه يا رب العالمين وبارك له في عمره وفي صحته. اللهم كن له ولا تكن عليه. اللهم كن له ولا تكن عليه. اللهم ارفع له كل رايه وحقق له كل غايه. اللهم احفظه في اسرته الشريفه العلويه المباركه. واحفظه اللهم في ولي العهد الامير مولاي الحسن وانبته نباتا حسنا. اللهم بارك له في شبابه. اللهم بارك له في كل اموره وفي كل احواله. اللهم احفظه اينما حل وارتحل واتجه وتوجه يا رب العالمين. اللهم وتغمد برحمتك فقيدي العروبه والاسلام وبطل التحرير والاستقلال مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس. اللهم طيب سرهما واكرم مثواهما واعرف الصالحات ذكرهما وامطر عليهما شايب الرحمه والغفران والرضا والرضوان واجعلهما في اعلى الجنان برحمتك يا ارحم الراحمين.